سيرة ذاتية للأستاذ الدكتور عماد حسين عبيد حسن المرشدي من محافظة بابل، التخصص العام دكتوراه علم النفس التربوي، التخصص الدقيق علم نفس النمو، يعمل تدريسيا في كلية التربية الأساسية جامعة بابل، رئيس قسم التربية الخاصة، نشر الباحث أكثر من 75 بحثا وأشرف على أكثر من 35 رسالة وأطروحة دكتوراه في مجال علم النفس والتربية الخاصة وطرائق التدريس. ألف الباحث عددا من الكتب العلمية والمنهجية. درس في الدراسات الأولية الصباحية والمسائية والدراسات العليا الماجستير والدكتوراه. له أيضا العديد من النشاطات العلمية الأخرى والإسهامات المجتمعية المختلفة، مثل رئاسة وعضوية الجمعيات العلمية واللجان المركزية والفرعية. تفضلوا جناب الدكتور. الله من الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أصحاب السماحة والفضيلة، السيدات السادة الحضور مع حفظ الألقاب والمقامات والمراتب العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندخل مباشرة في البحث بعنوان إشكالية المعرفة في فهم شخصية الإمام الحسين عليه السلام. فكرة البحث أخذت مني وقتا طويلا، تقريبا 3 سنوات، وأنا أفكر في فهم هذه الشخصية. والبحوث السابقة التي سبقتني من خلال استماعي لها ذهب خاطري وذاكرتي إلى اللجنة العلمية التي اختارت هذه البحوث بدقة. هذه البحوث أعتقد أنها متسلسلة في الفكرة، البحث الأول والثاني والثالث، وهذا البحث إن شاء الله الذي سوف أعرضه على مسامعكم. فكرة البحث، فكرة البحث طاب الخير، هي أن الإنسان عندما يريد أن يقيم شخصية ما معروفة، شخصية معروفة عامة، يكون هذا التقييم على وفق نظرة تجزئية وليس شمولية. وهذه النظرة وهذا التقييم أكيد راح يكون قاصر ومحدود بسبب هذه النظرة التجزئية المحدودة. يعني التقييم يكون على وفق يعني النظرة للشخصية بذاتها وليس بكل أبعادها. وبالتالي هنا برزت إشكالية المعرفة اللي تحدثوا عنها في البحوث السابقة. لكل بحث مشكلة، المشكلة هنا هي جزء من الإشكالية كما تعرفون. الإشكالية هي بمثابة قضية عامة، وهذه القضية العامة يندرج تحتها مجموعة من التساؤلات الكثيرة، وهذه التساؤلات قد يجيب عنها الباحث وتكون وافية، وقد لا يجيب عن هذه التساؤلات، وبالتالي تصبح قضية جدلية كما نحن وتعرفون. هذا المؤتمر هو لبيان وتصدير المنهج التربوي لأهل البيت عليهم السلام. المعرفة تتفاوت فيما بيننا الحاضرين الآن، الحاضرون، أنا متأكد 100% أنه ليس
بدرجة واحدة في فهم هذه الشخصية. مستحيل. المتحدث لحد الآن نقطة في بحر في فهم شخصية الإمام الحسين عليه السلام. إذن التساؤلات: من هو الإمام الحسين عليه السلام؟ هذا التساؤل الأول. هل عرفنا الإمام الحسين عليه السلام؟ هذا التساؤل. هل هو إمام معصوم مفترض الطاعة؟ طبعا هذه درجة من درجات المعرفة. اللي يعرف أنه هو إمام معصوم مفترض الطاعة، وهي درجة من درجات المعرفة. هل هو ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى؟ هاي أيضا درجة من درجات المعرفة. هل هو مصلح من المصلحين؟ أقربه بعد، أنا صورت صوتي يعني كلش عالي. هل هو مصلح من المصلحين العظام؟ أيضا هاي درجة من درجات المعرفة. هنا تتشكل الإشكالية في المعرفة. الإمام الحسين عليه السلام أبعد من ذلك وأقوى من ذلك. فحتى أسترسل بالبحث أن شخصية الإمام الحسين عليه السلام فوق ذلك وأعظم من كل ذلك، فالمعرفة لها قيمة كبرى عند الله سبحانه وتعالى. فهي نقطة كلش مهمة. المعرفة عند الله سبحانه وتعالى لها قيمة كبرى عند الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الشريف يقول: وأفضلكم أفضلكم معرفة، أفضلكم وأفضلكم أفضلكم معرفة. تفضيل في المعرفة، وهذا التفضيل بالمعرفة إلى قيمة كبرى عند الله سبحانه وتعالى، ونخصصها عند الإمام الحسين عليه السلام. هل إحنا عرفنا فعلا الإمام الحسين عليه السلام بكل أبعاد شخصيته؟ أنا لا أعتقد ذلك. بمعنى أن معرفة حياة العظماء وتجاربهم عبارة عن إضاءات للأفراد ودروس. هاي النتائج من نفهم شخصية الإمام الحسين ونعرف سماتها وخصائصها وأهدافها ومكانتها، هذه الشخصية عند الله سبحانه وتعالى وعند النبي صلى الله عليه وآله وعند الأئمة المعصومين عليهم السلام، احنا راح نعرف ولو في بعض جوانب هذه الشخصية. فهذه المعرفة لحياة العظماء وتجاربهم عبارة عن إضاءات للأفراد ودروس لتغيير برمجة حياتهم والارتقاء بذواتهم في الجوانب الدينية والتربوية والاجتماعية. عندما نعرف شخصية الإمام الحسين سوف تتغير حياتنا تغيير جذري في الجانب الروحي، في الجانب النفسي، في الجانب الوجداني، في الجانب السياسي، في الجانب الاجتماعي. إذا نعرف فعلا حق المعرفة هذه الشخصية، بالتالي راح ينصلح المجتمع. كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته. عندما المسؤول يعرف كن شخصية الإمام الحسين عليه السلام، أكيد الإصلاح راح يعم. ثم ذكر دكتور طلال طلب الإصلاح. نعم، فشخصية الإمام الحسين عليه السلام تميزت عن باقي الشخصيات بسمات فريدة خصها الله سبحانه وتعالى بها، وهذه الخاصية أعطتها الحياة، هذه السمات الفريدة والبقاء طيلة القرون الماضية وإلى يومنا هذا. هذه الخاصية الفريدة للإمام الحسين عليه السلام، والبحوث السابقة تحدثت عن بعض هذه الخصائص.
وجعلت من القيم والمبادئ التي ضحى من أجلها الإمام الحسين عليه السلام بكل ما يملك مادة متجددة للحياة الإنسانية، يعني أصبحت مادة متجددة للحياة الإنسانية. فعلا ذكر البحث السابق أعتقد دكتور طلال أنه بدماء الحسين ذكر مقولة: حافظ على الإسلام وما زال موجود ويختلف عن باقي الأديان السماوية اللي فقط بالاسم، والإسلام موجود بتضحية الإمام الحسين ودماءه. فامتازت بإدراك مخاطر الواقع هذه الشخصية، شخصية الإمام الحسين، بما يحمله من تيار جارف، وأنتم تعرفون لا أريد أن أسف في هذا الكلام، ومنحرف سيله المجون والانحلال الأخلاقي، وذلك من خلال القراءة التحليلية للمستقبل الذي سيكون عليه الدين الإسلامي وما سيولد من اضطهاد وجمود فكري قائم على نسيان الدين والحقوق التي يكفلها. فبقاء الدين الإسلامي وما نحن عليه من نعمة الإسلام إلى يوم القيامة إنما هو بسبب تضحيات الإمام الحسين عليه السلام. فلولا شهادته وكل ما قدمه من الغالي والنفيس من أجل بقاء الدين الإسلامي لما بقي من الدين المحمدي أثر يذكر. طبعا هذا الملخص. بعد ذلك تناولت ثلاث محاور من هذه الشخصية العظيمة، وأعتقد أنني لم أفي حقها لشيء بسيط جدا. المحور الأول هي السمات والخصائص لهذه الشخصية، وفقط أذكر سمة أو خاصية واحدة وأنتقل إلى المحور الثاني اللي هو الأهداف اللي خرج من أجلها الإمام الحسين عليه السلام، ومن ثم مكانته وتعظيمه من قبل الله سبحانه وتعالى والأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام. فمن هذه السمات، فقط سمة واحدة أو خاصية واحدة التي خصها الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، حديث اللوح الأخضر، وكلكم تعرفون الذي جاء به جبرائيل عليه السلام إلى الرسول الأكرم وأهداه إلى ابنته فاطمة الزهراء عليه السلام. طبعا المصدر حتى أكون دقيق الكافي الشيخ الكليني. الحديث باختصار: وجعلت حسينا خازن وحي، خازن الوحي، وأكرمته بالشهادة وختمت له بالسعادة، فهو أفضل من استشهد وأرفع الشهداء درجة، جعلت كلمة التامة معه والحجة البالغة عنده، بعترته أثيب وأعاقب. جاني يعني إشارة أنه ما بقى لوقت. الأهداف أختصرها: هدف الإمام الحسين عليه السلام كما تعرفون ليس الدنيا. أختصرها بكلام أو حديث إن شاء الله ينطبق على الإمام الحسين عليه السلام: قل لا قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة. إمام الحسين عليه السلام كان هدف الأساس هو الله سبحانه وتعالى. هاي من الأهداف يعني الأساسية للإمام الحسين عليه السلام، والأهداف الفرعية كلها معروفة عندكم.
نعم. الجانب الثالث اللي هو مكانة ومنزلة شخصية الإمام الحسين عليه السلام. طبعا أنا راح هاي المكانة يعني أنا متناولها تقريبا بسبع نقاط، راح ما أتناولها يعني لأنه الوقت أعتقد خلص دكتور، وأنا آسف جدا، فقط أرجع للخاتمة اللي هي تقريبا نتائج أن كل صلاة مسلم على وجه الكرة الأرضية، كل صلاة مسلم هو مدين للإمام الحسين عليه السلام، لهذه الشخصية العظيمة التي أنقذت الدين الإسلامي بدمائها الزكية، والمقولة المعروفة الإسلام محمدي الوجود وحسيني البقاء، التي تبين أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام هي امتداد للرسالة المحمدية، فلولا الإمام الحسين عليه السلام ولم تكن واقعة الطف لكان الإسلام اسمه موجود وحقيقته مفقودة، ولا أصبح كبقية الأديان السماوية الموجودة الآن ليس له من الحق إلا الاسم. فأنا أكتفي بهذا القدر فقط الاستنتاج الأخير أن إشكالية المعرفة في فهم شخصية الإمام الحسين عليه السلام وجوهرها الحقيقي ما تزال قائمة، ولا نعرفها نحن البشر العاديين حتى ظهور القائم الحجة عجل الله فرجه الشريف، فما نعرفه عن هذه الشخصية العظيمة لا يتعدى الشيء اليسير جدا، فلا يعلم مكانتها وجوهرها الحقيقي إلا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.